السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة. فكما وعدتكم سابقا، سلسلة تتضمن مجموعة من دروس تعلم قراءة اللغة الفرنسية. فهذه الدروس هي جد مبسطة، سنتعلم فيها قراءة اللغة الفرنسية خطوة بخطوة من الأول حتى إتقان قراءة هذه اللغة. فهذه السلسلة هي موجهة للكبار والصغار أيضا. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، كي نقرأ اللغة الفرنسية لازم نعرف حروف هذه اللغة بالتفصيل، يعني لازم نعرف الحروف كي نستطيع قراءتها. فحروف اللغة الفرنسية هي 26 حرف، تعرفنا عليها في الدرس الأول في القناة بالتفصيل، لا بأس سأعيدها معكم مرة أخرى. فالحروف تبدأ ب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. فبالنسبة لهذه الكتابة، يعني هذه الحروف الكبيرة تسمى ماجوسكول ماجوسكول، وهذه الكتابة الصغيرة أو هذه الحروف الصغيرة تسمى مينيسكول مينيسكول. فسأعيد قراءة الحروف مرة أخرى، ولكن هذه المرة رددوا معي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذن فهذه هي حروف اللغة الفرنسية. فهذه الحروف تنقسم إلى قسمين: les voyelles et les consonnes. les voyelles et les consonnes. فلي فويل هما ستة أحرف، هما A E I O U Y. A E I O U Y هادو يسمو ب لي فويل لي فويل. فلي كونسون هما ب، يعني باقي الحروف، الحروف اللي بقاو من لي فويل هما ب سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان P Q R S T V W X Z. فهادو هما لي كونسون، يعني هادو حروف عادية لي كونسون. فهاد لي فويل اللي هما A E I O U Y، الدور نتاعهم هو كنستعملهم باش نقرا لي كونسون. فميمكنش ليا باش نقرا لي كونسون اللي هما بي سي دي اف اتسيتيرا، فميمكنش ليا نكون كلمه من بي حداها سي حداها دي، فلازم نفرقهم باللي فوايل. فكيف قلت سابقا، الدور نتاع لي فوايل هو بحال الشكل في اللغه العربيه، بحال الفتحه والضمه والكسره، هذاك هو الدور نتاع لي فوايل. كنستعملهم مع لي كونسون باش ننطقهم. فمثلا عندي بي بلس ا سادون با با، فميمكنش ليا نقول بي بوحدها، فلازم يكون حداها فويل. فكنقول يا اما با يا اما بو اما بي بو اتسيتيرا. بالنسبه لسي مثلا، سي حداها او كنطقها سو سو. بالنسبه لدي دي مثلا، دي بلس اي سادون دي دي. فهادو غير بعض لي زيكزامبل اللي غادي نشوفو فيهم كيفاش كنربط ما بين فويل او كونسون. F plus U ça donne FU
في. وانتبهوا هنا النطق، فكما قلت سابقا النطق هو ضروري ومهم، يعني لازم تنطقوا الحرف بطريقة سليمة وصحيحة. إذا انتبهوا معي إلى النطق، ف F plus U ça donne fu، G plus O ça donne go go، J plus E ça donne je je، K plus Y ça donne qui qui، L plus E ça donne le le، M plus I ça donne mi mi، N plus A ça donne na na، P plus E ça donne peu peu، Q plus U ça donne Q Q، R plus O ça donne ro ro، S plus I ça donne si si، V plus A ça donne va va، Z plus E ça donne je. فهذه بعض الأمثلة نتاع دو لتر الأول كونسون والثاني فويل، فكيف تنطقوا على هذا الشكل. فهذو فقط بعض الأمثلة. الآن غنمروا نتعرفوا على لي فويل، ولكن هذه المرة لي فويل كومبوزي. ففي الأول قلنا أن لي فويل هما أ أ إي O U Y، ولكن هاد المرة غنشوفو فويل كومبوزي، يعني لي فويل مركبة. كومبوزي هي مركبة، يعني عندنا دو فويل واحد حدا الآخر. مثلا A U A U غنلقاوها في شي كلمة، غيخصنا ضروري نعرفو كيفاش كتنطق A U. فميمكنش نقول A U مي كتنطق ب O O. example pomme pomme، فهنا بوم كتعني الكف او راحة اليد. بوم دونك ا الا كان حداها او كتنطق او. بالنسبة ل ا اي ا اي كتنطق اي اي. اكزامبل سخي سخي. فبالنسبة لي فخي هما المصاريف او الرسوم، يعني مثلا لي فخي دانسكريبسيون رسوم التسجيل او مصاريف التسجيل. دونك اي كتنطق ب اي. اي او ايضا كتنطق ب اي اي. اكزامبل تي تي. بالنسبه للتي هي غشاء الوساده او يعني غطاء او غشاء الوساده يسمى بتي. دونك ا او كنطقوها ب او. اي كتنطق ب اي. اي او كتنطق ايضا ب اي. بالنسبة ل E E E كتنطق A أيضا كيتنطق ب A. example 13 A 13. بالنسبة ل E A U يعني هنا عندي 3 فويل، E A U كيتنطق ب O O. example rideau donc O rideau. l'eau l'eau هو الماء. دونك E A U كتنطق ب O. بالنسبة ل O I O I كنطقوها ب وا وا. example roi roi هو الملك. فهنا بالنسبة ل 13 كتعني رقم 13، ريدو كيعني ستار، roi كيعني ملك roi. دونك O I تنطق ب وا. الآن O حداها U كتنطق ب او او. اكزامبل سو سو يعني تحت سو. دونك او او كتنطق ب او. بالنسبه ل او اي او اي تنطق ب وي وي. اكزامبل كوير 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 هو جلد والجلد يعني جلد الحيوانات ليس جلد الانسان. كوير. ف او اي تنطق ب اي. example 13 A. E A U تنطق ب O rideau. O I تنطق ب و roi. O U تنطق ب O. example sous. U I تنطق ب و queer. example نتاع queer. فالآن غنمروا نتعرفوا على دي زيكزامبل او امثله، غنشوفوا بعض الكلمات اللي غنطبقوا عليهم هذا الشيء اللي تعلمنا. فالمثال الاول
عندي غام غام. فهنا قلنا جي لحدها او كتقرا غو غام. دونك هادو اللي بالاحمر هما لي فوايل. فإلا ما كانش عندي لي فوايل ما يمكنش ليا نقرا هاد الكلمه، فما يمكنش تكون جي حدها ام ما يمكنش نقراها. دونك ضروري من لي فوايل باش يمكن ليا نقرا. دونك غام غام هي الميمحات. وهنا غتقولوا لي علاش درنا دوزيم يعني جوج من ام. فهنا كيتسمى دوبل كونسون، كنستعملهم بحال اللغه العربيه فاش كنستعملوا الشده، فبالفرنسيه كنستعملوا كندوبلو الكونسون يعني كيتسمى دوبل كونسون. فهنا كنقرا غوم غوم. فهنا مثلا الا عندي غير ام وحده فغنطق غوم غوم، ولكن حيت عندي دوزيام فكنقول غوم غوم، كنضغط على هاد الام. ليكزامبل الثاني ناج ناج، فقلنا او اي كتنطق ب اي ناج. دونك كيف قلت سابقا ضروري من لي فوايل في الكلمه باش تنطق. دونك او اي كتنطق ب اي ناج ناج. فهنا غوم هي ميمحات، ناج هو ثلج، لا ناج هي ثلج. مور مور، ف ام حداها او فايل او كتقرا مو مور. فبالنسبه للمور هو الجدار مور. بيسيكليت بيسيكليت، ففوالا هادو اللي بالاحمر هما لي فوايل. دونك بيسيكليت، فبيسيكليت كتعني دراجه دراجه هوائيه. بغوس بغوس، دونك لي فوايل اللي عندي هما او او. دونك بغوس بغوس كتعني فرشات بغوس. الكلمه المواليه فيل فيل، فيل كتعني مدينه. دونك في بلس اي تادون في فيل فيل. هنا عندي دوبل كونسون فيل. نوي، فسابقا قلت ان او اي كتقرا وي وي نوي نوي. هنا تي في اخر الكلمه لا ننطقها نوي. امي 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 صديق، بالنسبه لنوي كتعني ليل. فقلنا ان او اي كتقرا وا وا، دونك هنا نوا نوا. بالنسبه هنا اكس لا ننطقها، دونك نوا هو الجوز نوا. الكلمه الاخيره سكر سكر، دونك سكر هو سكر. وبهذا كنوصلوا لنهايه الدرس الاول، تعرفنا فيه على اساسيات القراءه، شفنا الحروف او لي زالفابي، تعرفنا على اقسام الحروف اللي هما لي فوايل اي لي كونسون، وايضا شفنا لي فوايل دوبل اللي ضروري نعرفهم باش ننطق الكلمه، وشفنا لي فوايل كومبوزي اللي كيتستعملوا بزاف واللي ضروري نعرف كيفاش كيتنطقوا لانه غالبا كنلقاهم في كلمات وخصني نعرف كيفاش كيتقراو. شفنا دي زيكزامبل، نتمنى يكون كلشي واضح لكم، ونتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله.